ارحمي يا راحتي العقل ترحمي من شفاك تلصقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفيها الغزال فاطمة ارحمي يا راحتي العقل ترحمي من شفاك تلصقامي كيف نبقى حيور. السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما جبت لكم خبيز نتاع الدار، كيدير في المخبزات عرفتي بطريقه زوينه، كيجي شي شرطب كيف ما كتشوفوا هنا، كيف ما كنوريكم عندنا كاس ديال الدقيق الفرينه، الفرينه ديال القمح ماشي فرينه الفرص، نص كاس نتاع الماء، غدير معلقه تاع العسل ولا معلقه تاع السكر اللي بغيتو. هنا درت داك نص كاس نتاع الماء دافي، غادي معلقه كبيره نتاع الخميره حبوب ولا المعجون اللي عندكم، وغادي نضيف مع معلقه نتاع العسل ولا معلقه السكر اللي واجد عندكم في الدار، وغنخلط مع بعضهم مزيان، ومن بعد غنضيف داك الدقيق كيف ما كتشوفوا، نخليه واحد نص ساعه كيخمر هاد المكون هذا، كيبقى يخمر واحد نص ساعه المقام. هذا هو الدقيق، شوف كاين دبلو طوندر، هادي راه كاين ديال الدقيق القمح، وهي الدقيق ديالو هذا ماشي الفرص، راه غزالة بزاف. أنا كناخدها هنا من بروكسل، خديتها من عند السوسي، المغاربة كتباع عند صحاب الطاحونة، كنت معروفة من عندهم الطاحونة، كيدير 340 وكيلا. هنا غنخليها كما كنتكلم واحد نص ساعة المعيانة. شوفي بتاع الحجم ديالها، هاد المكون هذا السحري هو اللي كيطلع العجينة، هنا غادي ندير الطريق نتاع الشعير، كتشوفو درت الكاس الأول، دائما أي كاس تعبرو بيه، كاس العنبالي عندكم تعبرو بنفس المقادير، عند ثلاثة كيسان تاع طريقة الشعر. شوية نتاع الملحة، هنا ديروا واحد المعلقة نتاع زيت العود، طبعا طبعا اختيار الا بغيتو، ممكن تضيفوا الزبدة حتى الاخير. هذا الطماطشي اللي قدامكم كيف ما كتشوفوا، عندي كاس ونص نتاع الماء فقط باش غنجمع هاد العجينة هادي، وغنخليها ترتاح بين ما خمرات داك المكون السحري اللي هو طاط الفرينة والخميرة والعسل. ومن بعد كنضيفهم على هاد العجينة هادي، كما كتشوفوا كتبقى كتلصق شويه في اليد، ولكن راه كتجي رائعه
صراحة غير تقدروا نجربوها. هنا غندير شويه تاع الزيت غير باش ما تبقاش تسخن، من بعد نخليها ترتاح. بعدنا كما كتشوفوا معايا ضعف الحجم تاع هذاك المكون ديال الفرينه والخميره والعسل، غنضيفهم على العجين ديال الفرق الشعير، غنخلطهم مع بعضياتهم ونولي نخليهم يخمروا مزيان تخمر العجينه. ومن بعد نرجع معكم كما كتشوفوا الفيديو راه واضح وشارح نفسه. هاد الخميره اللي درنا خاصنا ندخلوها مزيان في الطبق نتاع الشعير ونغطيوها بلاستيك سلفيغيزي، نخليوها تخمر مزيان مزيان. كما كتشوفوا هنا انا عندي ساندويتش مع شويه نتاع حب رشاد، تكون فيه رائع وطريق الفرينه ماشي الطن كما كيما ماشي الفوس كما نقول، وشويه نتاع سميتها الزريعه تاع نور الشمس. وهذا الخلطال، يعني رائع هو الخلطال اللي عندكم، يعني متوفر في الدار تقدر تستعملوه. هنا حاولوا ما تخرج داك الهواء، يعني جمعوا غير الاصابع كما رشيت دقيق فرينه في شويه وكنطوها على وضعها. هنا قطعت كيف نشتري على ثلاثة وقسمت على الملح على ثلاثة، هي عطاتني ستة دقات. تعملو إما خبيزات ولا بيباغات كيف ما حبيتو نتوما، أنا شي خبيزات وكنجمعو غير بشوية من داك الوقت لي نحكو منخرجوش، وكن نلبها ونديرها في الما وخصها وجدو ديرها في الما صافي. كنولي نديرها في هذاك الشوفان، نديرها في ملي عندكم حتى زيزه نحتاها مزيان، المهم كاع الدقايق داكشي اللي عندنا راه حنا كنعملو الجهد ديال الخبيزات. كنقطعهم بالمقص ولا بشي مس حاد ولا بهذاك سميتو داك الزيزوار حتى هو كيقطع يكون نقي جديد. استعملوا هاد المحطة باش تنقوا بيه يعني الخبيزات ولا هذا الباقي.
كيفما كتشوفوها هكا هنا غنديرهم هنايا في الصينيه ونحطهم في لاطه ونديرهم بالقص ونخليهم واحد شويه وكنخلي الفران. غتشوفوا عندي واحد المقيله، المقيله يعني ما كنستعملهاش غير فلا فلا بغيت ندير فيها تمام هكا الماء ندخل الفران كيفما دابا غندير فيها الماء وندخل جات الماء يعطي داك البخار وكي هكا كيتحمر داك هاد الخبيزات ولا البيضات كيرجعو كيجيو طوطبين كيف ما كتشوفو. نخليكم مع ديك هاد الفيديو راه واضح وباين وبالصحة والراحة. ما تنساوش التعليق واللايك إلا بغيتو نشوف أي وصفة، إلا عندي أي استفسار في التعليق مرحبا أو مرحبا.